السلام عليكم، مرحبا بكم معي اليوم في فيديو جديد. في الفيديو تاعنا اليوم راح نديرو مع بعض وصفة تاع كيك، وصفة اقتصادية سهلة التحضير ومكوناتها موجودين في كاع البيوت. كيما عودتكم توجور راكم تعرفوني توجور نجيب لكم غير الوصفات الاقتصادية. وإلا كنتي أول مرة تزوريني في القناة تاعي وتشوفي الوصفات تاعي، ما عليك غير ديري لي أبوني ونتمنى إن شاء الله تتابعيني وتستفدي من وصفاتي. إذا بلا ما نطول عليكم نروحو ديراكتومون لمكونات الوصفة. اذا في الوصفه تاعنا عندنا كاس تاع 240 مليلتر حليب يكون دافي، كاس ناقص اصبع تاع الزيت، كاس نفس الكاس كما كنتم تشوفوا تاع السكر، عندنا ربع حبات بيض يكونوا بدرجه حراره الغرفه ونغسلوهم حاجه باينه، عندنا زوج خميره كيميائيه وزن 10 غرام، ولافاني تقدري ديري هذه ولا تاع الميزان، عندنا هادو لي بيبيس تاع الشوكولا هاهم عند لي بيو دوزان تاع الحلوى، تقدري ما ديري شوكولا نورمال. ولا فارين استعملت هذه سفينه ما تنسوش تغربلوها. دونك اول حاجه نديروها قبل ما نبدا الوصفه تاعنا، المول اللي راح نديرو فيه نديرو له ندهنوه بالدهان باش ما يلصقناش الكيك تاعنا. اذا نبدا معكم الوصفه. في الوصفه عندنا ربع حبات بيض مع قرصه ملح، نطلعوه مليح بالباتور، تقدري تستعملي الباتور اليدوي ولا كما انا استعملت بغانيكسر. إذن انا كنت خلص هذوك ربع حبات تاع بيض، ما تنساوش ديروا البيض بدرجه حراره الغرفه، ما تجبدوهش من الفريجيدير باسكو الكازو تاعكم ما غاديش يطلع لكم الكيك تاعكم الا درتوا البيض بارد، وما راحش تنطق لكم الوصفه يعني متسالي. دونك ديروا ربع حبات بيض تاعنا مع قرصه ملح، ابخي نزيدوا لافاني. هنا من الاحسن تستعملوا لافاني تاع الميزان باسكو فيها الريحه كشغل احسن من هذه تاع الساشيات، ما باليش علاش انا نفضلها، بصح هاد المره ما كاينش عندي في الدار دونك استعملت هاد لافاني. دونك نديرو دو ساشي، خلطو مليح، ابخي نزيدو الكاس تاع السكر، ولكن هنا نضيفوه بالدفوعات. علاش؟ باش العجينه تاعنا شغل باش الخليط تاعنا يجي طالع، فهمتوا؟ نضيفوه على دفوعات. بون كاس تاع السكر فوالا، كيما كنتو تشوفوا راني اشاك فوا ندير شويه سكر ونخلط لا ميم شوز، عفوا الزيت تاني كي نبقاو نضيفو فيه نضيفو غير بشويه. فوالا انا هنا شويه راني باش نوريكم مليح باسكو راني نخدم ونصور او ميم طون. دونك ما تنساوش تضيفو السكر والزيت بالدفوعات، ما تضيفوش ضربه واحده كيما كنتو تشوفوا. اشاك فوا نضيفو الزيت راني نقعد نخلط والخليط تاعي راه يطلع لي هاكا باش يجيكم الكيك ناجح. فوالا دروك لا ميم شوز، نزيد كاس صغير بعد نو كاس ناقص اصبع تاع زيت، ديفو تاني قلت لكم بالدفوعات، بون البنات الكاس تاع الحليب ما تنساوش ديروه دافي ما ديروهش بارد باسكو بارد غادي الكيك تاعكم ما يطلع لكمش. كل ما تحترموا هاد الملاحظات اللي نعطيهم لكم ولي زانغريديون كل ما ينجح لكم الكيك تاعكم. ودوك تشوفوا كيفاش راح تشوفوا، عفوا دوك تشوفوا كيفاش راح تخرج لكم النتيجه. دونك بالنسبه لكاس تاع الحليب نضيفوه ديريكتومون، هنايا انا عندي راه الكاس راه دافي، نضيفو ملعقه ماشي معمره بزاف. بون كيما كنتو تشوفوا عمرتها شويه، ثم نقصوا شويه تاع الدهن، نخلطوا الدهن تاعنا حتى يمتزج. بالنسبه للنواشف درت 3 كيسان تاع فارينه غربلتها زائد ملعقه، انا زدت ملعقه نتوما على حسب النوعيه تاع لافارين تاعكم. انا شغل درت 3 كيسان تاع فارينه غربلتهم بعد شتا جاتني خفيفه زدت ملعقه. دونك ندير لافارين تاعي 3 كيسان نفس الكاس 3 كيسان قلت لكم، ولا شتوها خاصها زيدوا ملعقه. يعني دوك تشوفوا القوام اللي غادي نتحصل عليه، حاولوا توصلوا لنفس القوام. ونضيفوا زوج تاع لي ساشي تاع خميره كيميائيه. دونك هنا من الاحسن تستعملي لا ماغيز ولا هذه الخلاط اليدوي احسن، باش خلو الباتور ما يديرلهاش لا بريسيون، خلوه يرتاح شويه. دونك خلطو مليح، وفي هذه المرحله تقدري تزيدي الشوكولا في الكيك تاعك. دونك غادي نستعملوا لي بيبيت. فوالا هو القوام اللي تحصلت عليه ما شاء الله، يعني ما من رائحه اللي تجيكم يعني هايله بزاف. وهذا هو القوام الناجح تاع الكيكات، يعني معظم الكيكات اللي يجوا بهذا القوام يجوا ناجحين.
ويجوك شغل ناشفين من الداخل بصح ايبونج وطريين هايلين بالبزاف. دونك ديفو لي بيبي تاع شوكولا تاعنا تقدري ما تربي شوكولا ولا دي فيها حبات. دونك ما كون تشوفوا الزبده تاعي راهي عاد ما دابش خلطوا مليح هذوك لي بيبي ما غادي يصرى لهم والو. دونك لا خلطتي شغل فورسيمون ما غادي يصرى لهم والو. بخي بعد ما خلطوا فوالا القوام المتحصل عليه كما راكم تشوفوا، يعني الخليط راه شاد روحه. نديروه في المول، نديروه في الفوغ تاعنا في الوسط، وهنايا درجة حرارة نحاولوا نقصوا لها شوية يعني باش ما يطيبش بالخف. وهنايا إذا حبيتوا ديروا لي بيبيت من الفوق ديروا يعني باش الشكل تاعها يجي هايل. سينو تقدروا ديروا لا جولي وديروا لي زاموند افيلي من الفوق، سينو تخلوها تقدروا تخلوها سامبل، هي اصلا لوغو تاعها يجي بنين. فوالا هو الشكل النهائي. انا ضفت شويه تاع لي بيبيت دونك دخلتها في الفوق تاعي، طيبتها على درجه حراره متوسطه، وهذا هو الشكل النهائي. كما تشوفوا راه نجح لي الكيك الحمد لله وتشقق لي. دونك كي تشقق لكم عفوا كي تشقق لكم الكيك تاعكم هكا من الفوق عرفوا بلي راه ناجح. دونك هنايا كي طيبتها ديت لي الوقت، عطيتها الوقت تاعها، يعني درت لها حراره درجه حراره متوسطه خليتها يطلع في غرده. وباش تقولوا ما يتشقق ليش ولا نو، اعطيه وقته باش يرتاح. دونك الفوق بديت نفتح عليه، كي فاتت 35 دقيقه رحت شفت الفوق وقلبت المول. كما عارفين اللي سورتو اللي عندهم الكوشيت يطيبوا جهه بجهه، يعني كل وحده وتعرف الفور تاعها كيفاش يطيب. دونك قلت لكم عطوها الوقت تاعها الكامل باش تطيب في غرضها باش تنجح لكم، راح تشقق لكم ان شاء الله باذن الله. انتم برك احترموا الملاحظات اللي عطيتهم لكم، وان شاء الله تجربوها وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاعي. واذا عجبتك الوصفه تاعي نتمنى ان شاء الله ما تبخلينيش بالتعليق تاعك، ما تنسيش ديري لي جيم وتخلي لي كومونتير. واذا كنت اول مره تزوري القناه تاعي نعاودها لكم، مرحبا بكم عندي، انضموا وان شاء الله تعجبكم القناه تاعي. ونتمنى كي تجربوا الوصفه تاعي تعطوني الاراء تاعكم، لان الاراء تاعكم نحتاجها بالبزاف. اذا هذه هي الوصفه تاعنا اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. نلتقي في وصفه اخرى اقتصاديه كالعاده والعوايد ان شاء الله. مع السلامه.